طب خرجت من المحنه المرض دي بإيه؟ خرجت من المحنه بال... بالرضا. على. الحمد لله الرضا كان موجود، الرضا بقضاء الله، بالم... انا احكي لك حكايه صغيره سريعه جدا في موضوع المرض ده. انا حضرتك الى ان عملت العمليه وقمت ما كنتش بشتكي من القلب. وموضوع ان انا لازم فورا اعمل عمليه قلب مفتوح وغير صمام اكتشفت بالصدفه. وانا بحضر عشان اعمل عمليه مراره ولحد دلوقتي ما عملتش المراره اللي خلتني روح عملت العمليه ولكن هي بتبقى يعني ايه اخضر و... وانا الحمد لله الحمد لله أه الرضا شيء مهم جدا دمي. انت قلت انك طلعت من العمليه دي عندك زياده رضا زياده رضا الحمد لله ليه أه بصي أه شيخنا وحبيبي حبيب علي الجفري دي مقولة بتقول: "الرضا يقلب أه كل البلايا إلى عطايا" تمام؟ مم. فكل ما يكون الواحد راضي ومش شاغل نفسه غير بنفسه كل ما ده ليه جوايز طب ممكن اسال سؤال ما احنا صحيه وعاد من الشغل اللي انت بتحبه مم. اليوم بيوم كان كنت عايشه ازاي بحمد ربنا والحمد لله عايش مكلفه العمليه طبعا اكيد اكيد العمليه بصي بالنسبه للعمليه وحته التكلفه اللي اتكلمت فيها احنا عندنا نقيب يعني ايه اما اما نحب ندعي لحد ايه ي... نقول له يا رب يبقى عندك نقيب زي اللي عندنا. دكتور اشرف دكتور اشرف زكي انا في موضوع العمليه دي اما عارف قال لي ما تشغلش بالك بحاجه خالص. مم. خالص انسى اي حاجه ما... يا دكتور طب ما احنا عندنا حد قال لي ما لكش دعوه هو اللي حجز لي بنفسه عن الدكتور وانا بعمل القسطره وكان بيتابعني لحظه بلحظه وما كنتش شاغل حتى ولادي وبناتي ومراتي في البيت هو بيطمن عليهم. مم. حاجه رائعه. تمام والحاجه الثانيه بقى كمان ربنا رزقني بصديق هو من اعظم دكاتره القلب في العالم هو اللي عمل العمليه، هو صديق قديم. هذا الرجل اصر انه بالصداقه اللي بينا وهو اجر يمكن اغلى اجر في مصر دكتور يحيى بلبع بوجهه له الشكر اه طبعا انه ما ياخدش جنيه هو راجل عظيم اكيد في العمليه ربنا بالظبط فعشان كده بقول لك ربنا راضي وحامد ربنا بيدبرها لك فما مش شاغل دماغي يعني الرضا اه بيحول البلايا العطايا فعلا وال والمحن الى منح الى منح, الى منح.